رئيس الوزراء يؤكد العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي عرض على البرلمان خلال اجتماع الحكومة. شهداء وجرحى جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة واستشهاد 3 فلسطينيين في غارة على مخيم طول كرم بالضفة الغربية. الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط ويقوم بتدمير نظام صواريخ أرض جو تابع للحوثيين. الثانية ظهرا في القاهرة، نشرة أخبار مفصلة تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. الاجتماع تناول استعراض فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخلال الفترة المقبلة سوف تشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي. كما أكد رئيس الوزراء على أنه يتم العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان. أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أنه لا توجد في مصر حالات مصابة بفيروس جدري القردة، موضحا أنه تتم متابعة الموقف الوبائي العالمي الإقليمي والمحلي بصفة يومية، وكذلك جاهزية فرق الاستجابة السريعة وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة. جاء ذلك خلال استعراض الدكتور خالد عبد الغفار تقريرا عن الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، واستعرض الوزير أكثر الأعراض ظهورا بين المصابين ونسبة حدوثها، مشيرا إلى أن هذه الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع والوهن وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي وألام العضلات والحكة وحدوث تقرحات بالفم والتهاب بالحلق، كما تطرق إلى طرق علاج حالات مرضى جدري القردة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة حمادة العربي مراسل النيل الأخبار. حمادة، بعد التحية أطلعنا على أهم النقاط التي ناقشها اجتماع الحكومة اليوم. تحياتي لك منى ولكل مشاهدي النيل الاخبار. بالفعل يعني موضوعات عديده ناقشها اجتماع مجلس الوزراء اليوم. هناك ثلاثه محاور رئيسه لاجتماع المجلس. المحور الاول كان متعلقا بزياره وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ودراسه كيفيه الوصول الى وضع حد للحرب في قطاع غزه بعدما وصلت اعداد الشهداء الى ما يزيد عن 40,000 شهيد، معظم الشهداء من الاطفال والنساء. واكد رئيس مجلس الوزراء على الدور المصري الفاعل في محاولة التوصل لموقف نهائي لإنهاء هذه الحرب بناء على حل الدولتين، إضافة طبعا إلى عدم السماح باتساع دائرة الصراع بشكل كبير في المنطقة والخسائر التي تكبدها عدد من الدول المجاورة لهذه الأزمة المستمرة على ما يقرب من أكثر من 10 أشهر داخل قطاع غزة. المحور الثاني الذي كان متواجدا على أجندة اجتماع مجلس الوزراء وهو متعلق طبعا بالثروة المعدنية في مصر وسبل التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، إضافة طبعا إلى المعادن النفيسة. رئيس مجلس الوزراء كان له لقاء في منتصف هذا الأسبوع مع وزير البترول، وتم التطرق إلى حديث مستمر حول المحفزات للشركات العاملة في مجالات التنقيب وخاصة في البترول وأيضا الغاز الطبيعي، إضافة طبعا إلى دراسة وضع استهلاك وإنتاج واستيراد مصر من الغاز الطبيعي على مدار الفترة الماضية، إضافة طبعا إلى الفترة القادمة حتى عام 2030. يضاف أيضا إلى ذلك المحور الثالث الذي تم التطرق إليه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وهو متعلق بأجندة عمل الحكومة وخاصة المستهدفات من البرنامج الحكومي الذي عرض على مجلس النواب، وسوف تتابع الحكومة آليات ومستهدفات هذا البرنامج بشكل كبير خلال المرحلة القادمة، والتأكيد على وجود جدول زمني للمستهدفات عمل كل الوزارات في هذا الملف بالتحديد ومتابعتها من رئيس مجلس الوزراء بصورة
مستمرة، إضافة أيضا إلى عرض التقارير الخاصة بها على مجلس النواب والتطرق إلى يعني زيادة هذه المستهدفات والالتزام بها بشكل كبير. يمكن كما ذكرت كان هناك عرض لعدد من الوزراء تخلل اجتماع مجلس الوزراء من ضمنهم وزير الصحة، وعرض الموقف الخاص بفيروس جدري القردة، إضافة طبعا إلى عرض من وزير الشباب والرياضة لاستضافة مصر للمؤتمر 43 للكشافة العالمي، وفوز مصر بأول مرة بعضوية اللجنة الكشفية العالمية، إضافة طبعا إلى تخليد أسماء ورموز مصر الرياضية الذين فازوا خلال الأولمبياد الماضي، والتأكيد على بذل الحكومة عدد كبير من الملفات ومتابعتها بشكل مستمر ما بين ملفات اقتصادية وأيضا ملفات اجتماعية بصورة دورية. نعم حماد العربي من مقر الحكومة بالعلمين، شكرا جزيلا لك. أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حرص مصر على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في تبادل الخبرات من خلال إرساء خبراء وفنيين مصريين لدعمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور بدر عبد العاطي مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الذراع التنموية الدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير تعاون دول الجنوب جنوب، والتي تسهم في التواصل ونقل الخبرات والمعرفة للكوادر من الدول الصديقة وعلى رأسها الدول الإفريقية. توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي صباح اليوم إلى طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد الذي ينعقد يومي 24 و25 من أغسطس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الدكتور عبد العاطي سوف يعقد لقاءات عديدة مع نظرائه الأفارقة على هامش مؤتمر التيكاد، كما يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين اليابانيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني ورئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي، وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 25 شخصا على الأقل إثر غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي إما في خان يونس فاستشهد طفل وامرأة جراء قصف صاروخي لمنزل شرق المدينة، كما أطلق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس. رغم الجهود الدولية للتهدئة إلا أنها لم تثمر عن وقف التصعيد بحق المدنيين في القطاع الذي يعني حصارا طويل الأمد، فمع دقات عقارب الساعة تتكرر الهجمات الإسرائيلية جوا وبرا لتحصد عدد ضحايا جديد بين دقيقة وأخرى في حصيلة لا سقف لها. أكثر من 25 فلسطينيا استشهدوا بينهم نساء وأطفال في غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة استهدفت أحياء ومنازل سكنية، كما استشهد أكثر من 11 فلسطينيا في غارة على منزل بمخيم المغازي وسط القطاع. في الوقت نفسه أفاد مسعفون أن غارة على منزل في بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص من بينهم صحفي محلي، كما استشهد 5 آخرون في ضربات منفصلة خلال عملية توغل للقوات الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن أن قواته كثفت عملياتها على مناطق متفرقة في مخيم المغازي وجباليا ودير البلح وسط قطاع غزة، والذي يقطن فيه نحو 1 مليون فلسطيني بين سكان أصليين ونازحين، الأمر الذي دفع عشرات الأسرى إلى النزوح صوب الشاطئ بعد فشلهم في العثور على مأوى. في خان يونس جنوب القطاع زعمت إسرائيل أنها دمرت عشرات المنشآت العسكرية ومواقع صواريخ خلال 24 ساعة المنصرمة، كما ادعت أنها قتلت العشرات من عناصر حركة
حركة المقاومة الإسلامية حماس في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. ووسط صمت وعجز دولي يواصل الاحتلال الإمعان في جرائمه لليوم 21 بعد 300، مستهدفا جميع مناحي الحياة في القطاع المنكوب بتنفيذ مجازر شنيعة وحرب إبادة بحق الفلسطينيين عدة مرات منذ بدء الحرب، وحتى في المناطق التي ادعى الاحتلال أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 40,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 92,000 آخرين، علاوة على التهجير القسري لمعظم سكان قطاع غزة. الإبادة الجماعية في غزة والمجازر التي بدأتها إسرائيل منذ عقود لتصفية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية برمتها ما زالت مستمرة. وإذا كانت مذبحة دير ياسين عام 1948 تمثل عنوانا لوحشية الاحتلال وغطرسته، فقد صارت غزة اليوم رمزا لشلال جديد من الدماء ما يزال ينزف. المزيد من التفاصيل حول هذا الملف مع الزميل شهاب شعلان. تفضل شهاب. شكرا منى. منذ بدء عدوانها على قطاع غزة مساء يوم 7 من أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل العشرات من المجازر والمذابح الدامية ضد المدنيين العزل راح ضحيتها الآلاف من أبناء القطاع. إلا أن هناك 7 مجازر تصدرت القائمة وذاع صيتها بصورة كبيرة نظرا لوحشيتها البالغة وضخامة ضحاياها والعدد الكبير الذي استشهد خلالها، وهو ما جعل البعض يصنفها ضمن جرائم الإبادة الجماعية. أبرز هذه المجازر بلا شك مجزرة مستشفى المعمداني، وهي مجزرة ارتكبها سلاح الجو الإسرائيلي حينما أغار على المستشفى الواقع في حي الزيتون جنوب غزة في ساعات الليل الأولى من يوم 17 من أكتوبر 2023، ليسقط نحو 500 شهيد بحسب أرقام وزارة الصحة في غزة. ثاني أكبر المجازر هي مجزرة مجمع الشفاء الطبي التي وقعت يوم 18 من مارس 2024 خلال شهر رمضان، حينما اقتحم جيش الاحتلال المشفى في 2 فجرا وحاصره، واستشهد خلال هذه المجزرة ما يزيد على 300 شهيد من الطواقم الطبية والنازحين والمدنيين والأطفال. أما ثالث المجازر فهي مجزرة النصيرات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع سلاح المدفعية والسلاح البحري وعدة وحدات برية يوم 8 من يونيو 2024 لتحرير 4 أسرى إسرائيليين، وراح ضحيتها 274 شهيدا أغلبهم من المدنيين العزل. المجزرة وقعت في مخيم جباليا في 31 من أكتوبر 2023، وهي مجزرة قصف خلالها سلاح الجو الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم جباليا للاجئين ب6 قنابل تزن الواحدة منها 1000 كيلوغرام، مما أسفر عن سقوط أكثر من 400 مدني ما بين شهيد وجريح. وبعد هذه المجزرة بنحو شهر واحد فقط، وتحديدا ظهر يوم السبت 2 من ديسمبر 2023، تعرض قلب مخيم جباليا لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف بناية سكنية مليئة بالسكان المدنيين، مما أسفر عن انهيارها بالكامل وسقوط أكثر من 100 شهيد. مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة التي وقعت فجر يوم 9 من أغسطس 2024 أطلق عليها اسم مجزرة الفجر، وذلك باستهداف المقاتلات الإسرائيلية للمدرسة والنازحين الذين كانت تأويهم أثناء أدائهم صلاة الفجر، ما أسفر عن سقوط نحو 100 شهيد وعشرات المصابين. 7 المجازر الكبرى هي مجزرة المواصي خان يونس، والتي قصف خلالها سلاح الجو الإسرائيلي صباح يوم 13 من يوليو 2024 خيام النازحين وبعض الأبنية في مواصي خان يونس الواقعة غرب مدينة خان يونس في قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 90 شهيدا فلسطينيا وجرح أكثر من 300 آخرين. عودة مشاهدينا الكرام إلى الزميلة منى الشايب. إليك منى. شكرا شهاب.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة قد ارتفع إلى 3 شهداء فلسطينيين. الغارة التي شنها جيش الاحتلال تزامنت مع حملة اعتقالات ومداهمات شنتها قوات الاحتلال على شمال وجنوب الضفة الغربية، ليرتفع مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة إلى 10,200 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. من دون هوادة لا تكفيه الأرض المحروقة في قطاع غزة، بل يواصل عدوانه الهمجية في الضفة الغربية مستهدفا أرواح المدنيين والبنية التحتية فيها. فعلى وقع الساعات الأولى شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على منازل في مخيم طول كرم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال. كما جرفت آليات الاحتلال البنية التحتية في شوارع المخيم وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم، وأغلقت جرافات الاحتلال جميع مداخل المخيم وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي. وبالتزامن مع القصف الجوي والبحري شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات على شمال وجنوب الضفة الغربية، واعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم امرأتان وطفل. كما جرت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية على غالبية محافظات الضفة الغربية في نابلس وقلقيلية والبيرة والخليل. نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن مجموع الاعتقالات بالضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من 10,000 معتقل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم علاوة على تخريب وتدمير منازل المواطنين. وما يزيد الانتهاكات بلة في محافظات الضفة الغربية، حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل أزمة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار، قال سامويل ووربرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة. تتضاءل فرص التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقا لمصادر مطلعة على محادثات المفاوضات لصحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية. المصادر الصحفية أرجعت تعثر الاتفاق وربما فشله إلى التعنت الإسرائيلي في التمسك بمحور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب الأساسي للخلاف، كما توقعت عدم إقامة قمة في القاهرة خلال الأيام المقبلة أو اتفاق إذا استمرت إسرائيل على موقفها فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا. المصادر أوضحت أيضا أن الموقف الأمريكي لم يكن صارما بما فيه الكفاية مع إسرائيل، مشيرة إلى أن واشنطن لم تكن متشددة مع تل أبيب في جولة المفاوضات الأخيرة. يأتي هذا وسط قلق أمريكي من تعثر الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، بينما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على وجود جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا بعدما طالبه بايدن بالمرونة في ذلك. وفي تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ إن واشنطن ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة. قدمنا مقترح لسد هذه الفجوات للجانبين. نحن سمعنا مباشرا الرد فعل إيجابي من الجانب الإسرائيلي، لازم نسمع الرد الفعل عبر هذه المفاوضات من حركة حماس، ولكن نحن ما زال نشتغل ليلا ونهارا ومدار الساعة لإنهاء هذه الحرب.
ولذلك نحن نتوقع الناس نسمع أكثر في الأيام أمامنا. كما ذكرتي ستكون جولة جديدة ممكن في القاهرة، ونحن نتوقع أن كل الأطراف سيستمر في أو ستستمر في هذه الجهود الرامية، لأن حان الوقت كما سمعنا من وزير بلينكين ليس هناك وقت الآن، لازم نشتغل لإنهاء هذه الحرب اليوم. كما أكد ويربيرغ أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة مع الوسطاء لممارسة ضغوط على إسرائيل وحركة حماس للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. لن نتردد من عمل ذلك إلى من لازم الأمور، وفي نفس الوقت نحن في المناقشات والتواصل مع الجانب القطري والمصري، لأن معروف أن الولايات المتحدة ليس لديها تواصل مباشر مع حركة حماس، ولذلك نحن نحث كل أطراف المنطقة ليس فقط مصر وقطر ولكن كل أطراف التي لديها تواصل أو أي نفوذ مع حماس لمارس ضغط على حماس لقبول اتفاق. إذن كلنا ليس فقط الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة، مصر، قطر، كل الدول في المنطقة، الأمم المتحدة، كلنا من اللازم أن نشتغل كل الوسائل لدينا للضغط على الاثنين الجانبين لقبول بهذا الاتفاق. من جانبها قالت حركة حماس إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يحقق الوقف الشامل للحرب والانسحاب الكامل من القطاع وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جادة. كما حملت حماس قادة إسرائيل المسؤولية في إجهاض الجهود التي يقوم بها الوسطاء عبر الإصرار على الاستمرار في الحرب والتنكر لما تم في المراحل السابقة، حيث تدور المحادثات المتقطعة بشأن وقف إطلاق النار منذ أشهر حول القضايا ذاتها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دير البلح أمجد الشوا مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد، كيف ترى تطور الأوضاع في غزة في ظل العدوان المستمر؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أمجد الشوا، سنعاود الاتصال به لاحقا. قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري إن الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان اعتداء ضد الدولة اللبنانية وليست فقط ضربات ضد حزب الله. جاء ذلك في تصريحات خاصة لوزير الإعلام اللبناني لقناة النيل للأخبار. من قصف صيدا من قصف الجنوب اللبناني، وقت يعني الاسرائيليين هن بيحرقوا بساتين وبيدمروا منازل، بالنهايه هيدا لبنان، يعني ان كان حزب الله او غير حزب الله، يعني كل البلد يتاثر. لا، نحن نعتبر وكحكومه انه لا، في اعتداء اسرائيلي على لبنان ككل، على الجمهوريه اللبنانيه. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير نظام صواريخ أرض جو ورادار تابعين للحوثيين خلال 24 ساعة الماضية. تزامنا أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري إقليمي. يوم تصعيدي شهدته المياه الإقليمية المقابلة لساحل اليمن في البحر الأحمر، حيث أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن رصد حريق على بعد 58 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف باليمن، يشتبه في أنه تدمير زورق مسير. في الوقت نفسه أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير نظام صواريخ أرض جو ورادار تابعين للحوثيين خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا لقوات التحالف والسفن التجارية. ومع إعلان القيادة الأمريكية أنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا، أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط، ليرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة الموجودة حاليا في الشرق الأوسط إلى 2. كما ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط سنتكوم أن حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن المجهزة بمقاتلات F-35C وFA-18 بلوك 3 دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم، موضحة أن الحاملة تعد هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضارية الثالثة.
كما يرافقها أسطول المدمرات ديسرون 21 وجناح حامل الطائرات CVW 9. الحشد العسكري الأمريكي جاء بعد تصعيد إسرائيلي إيراني كلله أخيرا اعتراض الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع علم توغو على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة بوشهر في إيران، الأمر الذي دفع الجيش الأمريكي لتسريع عملية انتقال تلك المجموعات البحرية إلى المنطقة، ما يزيد من وطأة المخاوف من تصعيد عسكري إقليمي واسع النطاق. قام الرئيس الأمريكي الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة لمنطقة سومي على الحدود الشمالية لبلاده مع مدينة كورسك الروسية التي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف. على صعيد آخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة ميغوفويه في جمهورية دونتسك الشعبية. استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وصلت روسيا جهودها لاستعادة سيطرتها على المناطق التي سيطرت عليها أوكرانيا. موسكو أعلنت سيطرتها على بلدة أخرى تدعى ميغوفي قرب بوكروفيسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية أعلنت بدورها أن أنظمتها الدفاعية أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، وقد تسببت إحدى هذه الطائرات في اندلاع حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع دون أن تسفر عن وقوع إصابات. كما تم استهداف العاصمة الروسية بواحدة من أهم الهجمات بطائرات من دون طيار في تاريخها. على الصعيد ذاته، منعت القوات الروسية فريق تخريب واستطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غرب روسيا على بعد نحو 240 كيلومترا من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه زار منطقة سومي في شمال أوكرانيا عند الحدود مع كورسك الروسية التي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف منذ 6 أغسطس الحالي. كما أشار زيلينسكي إلى أن قواته سيطرت على بلدة أخرى وأسرت المزيد من الجنود لاستخدامهم في عمليات تبادل مستقبلية. مصادر أوكرانية مسؤولة أوضحت أن أهداف الهجوم تشمل إقامة منطقة عازلة في الأراضي الروسية والمساهمة في إنهاء الحرب بشروط عادلة واستنزاف القوات الروسية، لكن قوات كييف ما زالت تواجه صعوبات في منطقة دونباس شرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي مكاسب مطردة. اليوم مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي في شيكاغو أعماله، حيث تلقي كامالا هاريس خطابها الرئيسي لتعلن فيه قبولها رسميا ترشيح الحزب لها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024. في غضون ذلك، أعلن تيم وولز المدرس السابق والعنصر السابق في الحرس الوطني قبوله رسميا ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيس، معتبرا خوضه الانتخابات إلى جانب كامالا هاريس شرف له. هاجم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته كامالا هاريس محذرا من أن ملايين الوظائف سوف تختفي إذا ما فازت بالانتخابات. جاء ذلك خلال كلمة لترامب في أول تجمع انتخابي له في الهواء الطلق منذ تعرضه لمحاولة اغتيال قبل شهر. أقيم التجمع الانتخابي لترامب في متحف الطيران بكارولينا الشمالية وسط إجراءات أمنية مشددة، من بينها استخدام الزجاج المقاوم للرصاص في محيط المنصة التي اعتلاها لإلقاء خطاب. نتحول إلى نشرتنا الاقتصادية وأخبار المال والأعمال مع الزميلة شيراز الوفائي. تفضلي شيراز. شكرا منى. أهلا بكم مشاهدينا وأهم أخبار المال والأعمال.
ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال التعاملات. أهلا بكم. ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأجنبية والعربية خلال التعاملات في البنوك، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي متوسط سعر تراوح بين 47.71 جنيها للشراء و 48.86 جنيها للبيع. وتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم إلى 54.32 جنيها للشراء و 54.51 جنيها للبيع. وعلى صعيد أبرز في العملات العربية، فقد تراوح سعر الريال السعودي بين 13 جنيها للشراء والبيع. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة الشمول المالي من المواطنين المؤهلين لفتح حسابات إلى 71.5% بنهاية يونيو 2024 مقابل 70.7% في ديسمبر 2023. وذكر البنك المركزي أن المؤشرات أظهرت زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات معاملات مالية سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقة مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية سنة فأكثر، والذين يحق لهم فتح حسابات بنكية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة مستوى 2.69 تريليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 12.4 مليار دولار. ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX 30 بنسبة بلغت 42.2%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.66%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.35%. أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير على توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي السريع. وقال الوزير خلال ترأسه الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية إن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع يستهدف قرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها. يأتي هذا في إطار توطين استثمارات جديدة في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد. بحث وزير الكهرباء محمود عصمت مع الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية والرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر تدعيم أوجه التعاون القائمة في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية. وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات الشركة لتحديث مراكز التحكم والربط بينها بشبكة معلوماتية ومراجعة وتقييم التجربة الخاصة بمنظومة التوزيع الذكي لحساب الاستهلاك وخفض الفاقد الفني والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد التجاري. أكد وزير البترول كريم بدوي أنه سيتم الإعلان قريبا عن خطة محددة الإجراءات لتعزيز الإنتاج والقضاء على التحديات التي قد تواجه الشركات العاملة في قطاع البترول. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور قيادات الوزارة، وتم تقديم عرض توضيحي لمناطق امتياز الشركة بمصر في البحر المتوسط وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق وتنمية الاكتشافات الغازية الجديدة للشركة.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت العمل على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة المالية. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاتصالات مع وزير المالية. وأكد وزير الاتصالات العمل على تعميق صناعة الإلكترونيات محليا وتقليل الواردات وزيادة الصادرات اتساقا مع المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات، لافتا إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات مشتركة لدعم جهود التحول الرقمي بوزارة المالية. أكد وزير الموارد المائية هاني سويلم مساهمة مشروعات الري الحديث في ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادي، محققا بذلك أحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا فاو لاستعراض أنشطة مشروع تحديث تقنيات الري. سجل معدل نمو الأسعار في روسيا في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1.14% على أساس شهري وبنسبة 9.1% على أساس سنوي وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية روستات. وتسارع نمو الأسعار المعدل موسميا بنسبة 1.33% في شهر يوليو على أساس شهري، وقد ساهمت فهرسة التعريفات بشكل كبير في هذا الارتفاع. كان البنك المركزي الروسي قد اتخذ إجراءات للعمل على خفض التضخم وقام برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في شهر يوليو ليصل إلى 18% في محاولة للسيطرة على التضخم. انتهت أخبار الاقتصاد، والآن نعود مرة أخرى إلى الزميلة منى الشايب. إليك منى. شكرا شيراز. تواصل المراكز الطبية المتخصصة عملها لتقديم الخدمات العلاجية والتدخلات الجراحية الدقيقة للمواطنين. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بالقضاء على قوائم الانتظار. ما يقرب من 2.5 مليون تدخل جراحي في العديد من التخصصات الطبية تم إجراؤها للمواطنين منذ بدء المبادرة الرئاسية بالقضاء على قوائم الانتظار عام 2018 وحتى الآن. منهم 50,000 تدخل جراحي قامت بإجرائها مستشفيات المؤسسات العلاجية بالقاهرة، ومنها مستشفى هليوبلس بمصر الجديدة التي قامت بإجراء 10,700 تدخل جراحي. المؤسسة يعني شاركت بحوالي قرابة 50,000 حالة قوائم انتظار، ما بين بقى حالات الأساطر القلب، الأساطر المخية، جراحات العظام الدقيقة، جراحات التخصصية، أساطر الأوعية الدموية، أساطر مخية. فيعني الحمد لله المؤسسة تعتبر شريك قوي جدا في قوائم الانتظار، ويمكن محققة أرقام من أكثر المستشفيات اللي بتشارك في قوائم الانتظار. عملنا حوالي 10,000 عملية في جميع التخصصات. أهم التخصصات اللي عندنا شغالة في القوائم قسطرة القلب. القسطرة القلب احنا عاملين حوالي 9,200 حالة. وطبعا في القسطرة الطرفية والقسطرة المخية، عمليات عظام، عمليات جراحة، جميع التخصصات. والحمد لله ان التخصصات عندنا كلها بقوة، من استشاريين موجودين، ستاف موجود، تمريض كله مدرب. معظم التدخلات الجراحية التي تمت بالمستشفى تمت من خلال الكوادر الطبية والتمريضية في مجالي القسطرة القلبية والعظام. يمكن احنا واخدين المركز الاول على مستوى مصر في القصة دي، ان احنا بنستقبل اكبر عدد حالات من الجلطات والازمات الحادة بنسبة نجاح عدت 99% والحمد لله. احنا شغالين دور القلب 24 ساعة، القسطرة شغالة عندنا 24 ساعة طوارئ في معظم الايام، في كل الايام دلوقتي تقريبا. اتطورنا عشان كمان شويه في الفتره الاخيره ان احنا كمان ما بقيناش نشتغل بس اساطر، احنا لا كمان دخلنا شويه في المنظمات، بنركب مختلف منظمات القلب دلوقتي. زودنا خدمه كهرباء القلب في الفتره الاخيره وهنطورها الفتره الجايه ان شاء الله. وفي بلان الفتره الجايه ان شاء الله ان مستشفى هليوبلس يطور كمان اسم القلب نفسه، تزود عدد السرير وعدد الرعايات. التدخلات الجراحية التي أجريت تمت وفقا لمعايير الجودة العالمية ومكافحة العدوى بتوفير كافة الرعاية العاجلة والطارئة للحالات المرضية.
البنات اللي هم حديثي التخرج او اللي جايين جداد في الشغل لازم بنعمل لهم تريننج على معايير امن وسلامه المريض البيشنت سيفتي والبيزكس في الانفكشن كنترول، واحنا هنا بنطبقها على اعلى مستوى. قبول واستحسان من قبل المرضى لما قدم لهم من خدمات تشخيصيه وعلاجيه بالمجان. دخلونا على الدعامه، قالوا احنا عملنا لك 3 دعامات واسطر، والحمد لله 100 100 يعني. عملوا معايا كل حاجه كويسه، جيت على طول تحت في الاستقبال هنا في الرعاية، تمريض، الدكاترة، النظافة. إجراءوا أكثر من 2,400,000 عملية جراحية في العديد من التخصصات الجراحية الدقيقة، يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية لائقة ومجودة للمواطن المصري أينما كان. محمد حلمي، النيل للأخبار. بمناخها الموسمي المتميز تتيح ولاية ظفار في سلطنة عمان للمزارعين المحليين زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل على مدار العام، مما يجعلها بمثابة واحة زراعية في الخليج. هي واحة زراعية، إنها منطقة ظفار الواقعة في سلطنة عمان التي تتميز بمناخها الاستوائي المتميز الذي يتيح للمزارعين زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل على مدار العام. أنواع الموز نوع غالي جدا يسمى موز موسى، من أغلى أنواع الموز. أنا جبت منه شتلة صغيرة والحمد لله العظيم، الحمد لله رب العالمين، وصلت إلى هذا الحين وصلنا منها تقريبا إلى 20-25 شتلة، وبنحاول أوسع منها لأن الفاكهة مالها متميزة والطعم مالها متميز واللون مثل ما تشوف لون متميز جدا. فعلى مدى يتجاوز 22 عاما يغرس في هذه الأرض فواكه استوائية خاصة بظفار، حتى وصل عدد أشجار هذه الفواكه حاليا لأكثر من 700 صنف مختلف. هذا تقريبا قبل 22 سنة جبت كأول شيء شجرتين ثلاث، ثم الحمد لله رب العالمين الله وسع لي والحين صارت عندي مئات الأصناف، عندي فوق 700 صنف من الفواكه الاستوائية والحمد لله نجحت وأثمرت. يوجد حاليا نحو 27 صنفا من جوز الهند، ويزيد الطلب على تلك المنتجات الزراعية، الأمر الذي يسمح بتصدير كميات كبيرة. وتشهد سلسلة جبال ظفار الموازية للساحل أمطارا موسمية تعرف باسم خريف ظفار في المدة من يونيو إلى سبتمبر، مما يحول الأرض كلها إلى اللون الأخضر ويجذب سكان شمال عمان الذين يفرون من حرارة الصيف ويبحثون عن فواكه استوائية منعشة. طبعا جايين زيارة هنا لمدة تقريبا بس فترة بسيطة 5 أيام نقضيها مع الأهل والأصحاب، طبعا الحين مارين بس ناخذنا مشلي على الأجواء هذه الطيبة. اي نعم. ظفار منطقة لا تزال تحافظ على غموضها الذي يجذب عشاق الأصالة، غموض يحتاج إلى خبراء وإلى دراسة عميقة لإظهار المنطقة إلى العالم كبقعة من أجمل بقاع المنطقة وكواحة للسياحة يقصدها هواة الطبيعة الخلابة. ختاما هذا التذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي عرض على البرلمان خلال اجتماع الحكومة. شهداء وجرحى جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، واستشهاد 3 فلسطينيين في غارة على مخيم طول كرم بالضفة الغربية. الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط ويقوم بتدمير نظام صواريخ أرض جو تابع للحوثيين. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.